السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بدأت شغل مش من التمبليت اللي انت عامله لنفسك، التمبليت العادي، وفي بعض الحاجات اللي انت بتعود عليها وعايز تنسخها من التمبليت بتاعك او من مشروع تاني، او انت مثلا كنت عملت بعض التعديلات فانت عايز تنسخ التعديلات ديت من النسخ من الريفت لريفت تاني. على سبيل المثال، مثلا انا عندي هنا المشروع دوت، كنت انا عامل فيه بعض الحوايط واعدادات حوايط، وعامل فيه شكل كتابة، وعامل فيه دايمنشن باعدادات معينه وحاجات زي كده. مش بتكلم على الشغل، بتكلم على الاعدادات نفسها. فانا ممكن اعمل ايه؟ اروح جاي هنا في الملف الجديد، واروح لمانج، واروح ايه لترانسفير بروجكت ستاندرد، وابدا اختار الحاجه اللي انا عايز اعملها. على سبيل المثال الكيبل تري تايب، على سبيل المثال الوول تايب، الوول سويب، فولتج تايب. بدل ما تقعد تعمل الاعداد دي من اول وجديد وتاخد منك وقت، لا ممكن تروح ناسخها من الملف يكون مفتوح في نفس الريفت، مش في الريفت جنبيه، او معمول لينك. يعني لو في حاجه لينك هنا هيجيب لي كل الحاجات اللي معموله لينك. تقدر تختار بقى تقول له تشيك نان، وتبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها وتقول له اوكي. فلو في حاجه متكرره، يعني في حاجه موجوده هنا وموجوده هنا، هيقول لي هل انت عايز اوفر رايت، يعني عايز تاخد الحاجه الجديده من وتلغي اللي عندك، ولا تنقل بس اللي مش موجود هناك. يعني فرض ان انا الملف اللي عندي دوت فيه اكس، والملف اللي انا باخد منه اللي هو يعتبر بالنسبه لي تمبليت فيه اكس وواي، اوفر رايت هياخد اكس وواي ويحطهم، نيو اونلي هياخد بس الواي. تمام، هقول له مثلا نيو اونلي، هيبدا ينسخ الحاجه دي. طيب ممكن مثلا تكون في فاميلي، فبعمل سيلكت على الفاميلي واقول له كوبي واروح هناك اقول له بيست. ممكن مثلا في فاميلي زي دي، مثلا تقدر تيجي على الفاميلي ديت وتقول له اديت، وتدخل تعدل اللي تدخل تقول له ايه لود انتو بروجكت، وتحملها في المشروع اللي انت عايزه. طيب لو انا عندي اسكادولات، ممكن اعمل ايه؟ مثلا اسكادولات اللي هي زي دي مثلا، تمام، ممكن تعمل عليها سيلكت كده بالشكل دوت، تمام، وتقول له الملفات دي انا عايزها كوبي، وتروح هناك تقول له بيست. اللي هيحصل بدأ ياخد لك الاسكادولات ديت، هتلاقيها موجود اهي. طيب هل في حل اخر؟ في حل اخر ان انت تعمل سيلكت كده لكل الحاجه اللي انت عايزها، وحتى ممكن تاخد معاك شتات وتيجي هنا خليهم كلهم نفس الحاجه اهوت، وقول له سيف تو نيو فايل، يعني اعمل لي ملف ريفت جديد تسحب منه الحاجه ديت. تمام، هيعمل لك ملف ريفت فيه كل الاعدادات اللي انت عايزها. اقول له سيف، وبعد كده عندي هنا امر في انسيرت اسمه ايه، انسيرت فروم فايل. الامر ده ينفع استخدمه مع اي ملف، يعني مش لازم تكون انت عامل له جزء ده، بس انا على اساس ايه لما تيجي تعمل امبورت ما يبقوش كتار. تمام، يعني لو قلت له سيت فيو فروم فايل، وجيت هنا على الديسكتوب واخترت الملف ده اللي هو المشروع كله نفسه او المشروع ده كله نفسه، تمام، ما فيش اي مشكله خالص، بس هتلاقي ملفات كتير قوي فممكن تتوه فيهم. فانت اختار بس الملف اللي انت لسه عامل له اكسبورت، هتلاقي مساحته حاجه بسيطه جدا، هتقول له اوبن، هيبدا يجيب لك كلهم. تقدر تعمل تشيك اول وتاخد كل الاسكادولات دول عندك في المشروع الجديد اللي هو المشروع ما فيهوش الاسكادولات ديت. تمام، دي اول ما موجودين قبل كده، فعشان كده ايه قررهم كلهم. تمام، دي الطرق بتخلي سهل جدا ان انت تنقل الحاجة، بدل ما تقول لا ده انا هعملها من اول وجديد او كذا، لا سهل ان انت تنقل الحاجة من مشروع لمشروع اخر، بس المهم يكون فاتح نفس ملف